طب انت شايف ان الاجراءات سهله؟ يعني بعض الشباب ويمكن يقول لك يا عم انا هشتغل في وظيفه وضامن مرتب اخر الشهر، ولا اروح اعمل مشروع بقى وادخل في تمويل وتراخيص وضرائب وخلافه. يعني احكي لنا من واقع تجربتك الحقيقيه، ازاي انك شايف المساله دي صعبه سهله، ادارتها سهله ولا صعبه؟ يعني دايما بقول كل من طلب العلا سهر الليالي. فطبعا الانسان اللي هو عاوز هدف معين وعاوز يكبر وعاوز يقبله كيان فلازم يتعب. تنصح الناس بيه؟ يعني ده اخر سؤال يعني عشان وقت حلقتنا قرب ينتهي. النصايح اللي ممكن توجهها سواء للشباب او اي حد بيشتغل شغلانه او عايز يشتغل في انه يعمل فكره مشروع ويموله بالطريقه الصح ويوصل بيه لنتائج صح في الاخر. لازم تبدا صح وتمشي صح هتنتهي صح. يعني البدايه الصح مثلا من اختيار الفكره؟ طبعا بالتاكيد بالتاكيد من بدايه الفكره والحاجه اللي انت بتعرفها والحاجه اللي انت لك خبره فيها. ما اروحش اشتغل في حاجه انا مش فاهم فيها حاجه وانا اقول الموضوع سهل. لا طبعا، كل مهنه لها خبرتها وكل مجال له خبرته. فلازم يكون عندك خبره وفاهم، وانت فاهم تبدا منين وهتمشي في انهي طريق. يعني لو معاك فكره ومعاك جزء حتى من رأس المال، مش لازم كله، تقدر في جهات كتير بتمول، يمكن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقدر يساعد في تحقيق ده لأصحاب المشروعات الصغيرة. بالتأكيد. والتأثير ده على حجم الأعمال، يعني انت قلت لي يمكن انت حققت معدلات نمو اسرع بعد ما خدت التمويل، ولو ما خدتش تمويل كنت هتمشي بمعدلات ابطا. لكن في ناس يعني المساله امنه 100%؟ يعني برضه انا عايز اوصل الاحساس اللي عندك والحقيقه اللي موجوده على ارض الواقع للمشاهد. يعني يعني يخاف ولا ما يخافش؟ مساله سهله. لو انت عارف الطريق اللي انت هتمشي فيه وضعه ايه بالظبط مش هتخاف. لان دايما احنا عارفين، احنا اولا بنعتمد على ربنا في كل شيء، بس لازم ان انت فاهم ان انت ماشي ازاي وهتعمل ايه وهتسوق ازاي وهتشتغل ازاي وهتنافس في السوق ازاي وهتكبر ازاي. فلازم ان انت تبقى عارف وحاسب خطواتك كويس جدا.